ماشي وهو بيسجل. بي سي يعني بي سي ممكن تكتب اسمك يعني لا مش ريكورد. تمام. طيب تعالى يا علي، حضرتك، احنا هنعمل جغرافيا وتاريخ ولا جغرافيا ولا تاريخ بس؟ انا هشرح لك تاريخ بس. تمام، تمام. طيب انت معاك كتاب الامتحان؟ معايا التاريخ الامتحان. طيب ممكن تفتح الدرس الاولاني اسمه حضارات شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الاسلام. أول درس. الله ينور عليك. تمام. تمام. طب عامة كده انت اول حاجة لازم تعرفها انت بتدرس منهج ايه، المنهج اللي انا هدرسه سواء المنهج بتاع الترم الاول او الترم الثاني هو منهج الحضارة الاسلامية، بيتكلم لك على الدين الاسلامي وهيتكلم لك على الحضارة الإسلامية في مصر من ساعة ما دخلها الإسلام. مين اللي دخل الإسلام في مصر؟ مين اللي دخل الإسلام؟ عمرو بن العاص. الله ينور عليك. عشان برضو تكون عارف المنهج بتاعك هو يبدأ يكلم لك من ساعة ما عمرو بن العاص دخل الإسلام في مصر وأخبار مصر كانت عاملة إيه؟ يبدأ يفكرك بتاع الإسلام. أمال بتكلم دلوقتي عن شبه الجزيرة ليه؟ أما هو النص هو هيترمي على هو مصر. بص بص هو لسه هيكلم لك قبيل ظهور الاسلام. يعني ايه قبيل؟ يعني قبل ما يظهر الاسلام. هو سؤال أه. بس، هو مش هناك انبياء قبل سيدنا محمد؟ ايوه. اللي هو سيدنا عيسى صح وسيدنا موسى صح. هو احنا ليه في حاجه لسيدنا محمد؟ هو سيدنا محمد نزل ليه؟ سولي انا سيدنا محمد نزل ليه؟ كان في نزل انبياء قبل. بالقرآن، انا نزل هو بالقرآن نزل، نزل بالقران، ولكن نزل ليه؟ ليه مش بإيه؟ عشان ده ليه؟ في ف... للفترة، عشان دي فترة من الناس ضاع، يعني مثلا ربنا حب يذكر اللي كانوا الله موجودين في ينور الفترة دي ان عليك. في ربنا طب ايوه يبقى انت صح. انت بتقول ان ربنا هيرسل نبي جديد اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هينزله في منطقة ايه؟ هينزله في منطقة شبه الجزيرة العربية. اشمعنى المنطقة دي؟ عشان يذكر الناس بعبادة الله وتوحيد الله، لأن الناس في المنطقة دي انحرفوا عن عبادة الله وبيعبدوا الأصنام صح؟ صح. لذلك هو في الدرس الأولاني هيبدأ يتكلم لك على حاجة اسمها شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام، يعني قبل ما الإسلام ينزل عامة. طب أول كلمة حاجة أسألها لك، هو إحنا مش بيقولوا علينا عرب صح؟ طب أول واحد تكلم بالعربية هو مين؟ أول واحد تكلم بالعربية ممكن تكلم يكون سيدنا بالعربي إدريس. سيدنا إدريس. هو أول نبي سيدنا إدريس وكان موجود في مصر. أول واحد يتكلم اللغة العربية. هو اسمه سام بن نوح، سام ابن سيدنا نوح. عشان وأنا بسمع اليوتيوب جات لي المعلومة دي، إن العرب من أصل من نسل سام. يعني إيه من أصل سام أو من نسل سام؟ سام بن نوح. أنت أخدت في تالتة إعدادي حاجة اسمها السلالات صح؟ احنا سلالة قوقازية صح؟ السلالة القوقازية دي اللي هو من اصل سام ابن نوح. سام ابن نوح هو كان سلالة قوقازية، واحنا كعرب اصلنا من اصل سام ابن نوح. طب يا مستر، من تحدث بالعربية وليه لقبت بشبه الجزيرة العربية؟ والذي تحدث بالعربية هو سيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل ربنا انطقه بالعربية، ربنا انطقه باللغة الايه؟ العربية سيدنا اسماعيل ده يكون ابن سيدنا مين؟ إبراهيم. الله ينور عليك. علشان كده بقول لك والله يا علي ان منطقه شبه الجزيره العربيه جزء من الحضاره استقرها العرب منذ الاف السنين، والعرب امه ساميه. يعني ايه امه ساميه؟ من اصل سام ابن نوح. وفي منطقه شبه الجزيره العربيه قامت العديد من الحضارات. يعني ايه كلمه حضاره؟ حضارة حاجة اتعملت في زمن دي. لا لا، وانا قلت لك انت تحب تعيش فين؟ تقول لي انا عايز اعيش في اوروبا، امريكا، كندا، فرنسا. ليه؟ تقول لي دي دول حضاريه صح؟ كان في دول ازدهار حضاريه. يعني في الزمن ده الله ينور عليك. دول متقدمه. دول ايه؟ متقدمه. متقدم. هنا هيبدا معلش يكلمك على نقطه اسمها ان في حضارات كتير قامت في شبه الجزيره العربيه. طب بص على الخريطه اللي هتظهر قدامك دي، شفتها؟ موجود عندي في الكتاب. دي اسمها شبه الجزيرة الايه؟ العربية. العربية.
معلش انا عندي صعب. سؤال، هي اتفضل. ليه اسمها شبه الجزيرة العربية؟ اه طيب تمام، عشان بتحطها عشان المأمأ. تمام، فهمت فهمت، 3 جهات، ادي واحدة اتنين تلاتة، صح؟ تمام. لو كان في مية هنا كان يقول لك الجزيرة العربية، ما يقول لكش شبه الجزيرة العربية. مية فين؟ عند قناة لو في السويس؟ مية، لو في مية من الشمال، انت عارف الفرق بين الجزيرة وشبه الجزيرة؟ الجزيرة بتحطها المية من 4 جهات، الشبه الأربعة الجزيرة من 3 جهات. تلاتة، عشان كده بيسموها شبه الجزيرة الإيه؟ العربية، عشان هي شبه جزيرة عربية، عشان بيستقرها العرب، عربية عشان قاعد فيها الإيه؟ العرب. العرب. طب بص معايا على الخريطة اللي قدامك دي يا مستر، منطقة شبه الجزيرة العربية، أنا بس عايزك عينك تيجي على اتنين، مين دي؟ فارس، صح؟ الفرس، دولة فارس، دولة الفرس، صح؟ ودي دولة مين؟ الروم. لو الروم. جيت لو جيت كلمت لك دلوقتي على أقوى قوتين هما مين ومين؟ تقول لي أمريكا وروسيا، صح؟ في الوقت ده ولا في وقتهم؟ لا في الوقت حالا، ما اه كانش لسه في امريكا. أمريكا وروسيا أكيد لا يعني. انا برد عليك على سؤالك، انت بتسألني مين اقوى. تمام، في الوقت الحالي هتقول لي ان اقوى دولتين هي امريكا وروسيا. طب في الوقت اللي انا بتكلم فيه اللي هو في منطقه شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام ما يظهر، مين اقوى دولتين او مين اقوى امبراطوريتين هي امبراطوريه دولة الفاطميه؟ الفرس والروم الله ينور عليك. اللي انت اتجمعوا اديتني في معلومه معركة اليرموك. صح. الله ينور عليك. لا هي معركه اليرموك دي مع المسلمين. اه لا، انا بقول لك ان اليرموك ان دولة الفرس والروم اتجمعوا في معركة واحدة ضد المسلمين. المسلمين، تمام. الدولتين دول هم اقوى دولتين في العالم كانوا في الوقت ده قبل ما يظهر فيه الايه؟ الاسلام. طيب النقطة اللي عايزين نعرفها هي دلوقتي الفرس ايران. دلوقتي اللي هي إيران ايران، ولا آسيا؟ لا اللي هي ايران اللي هي منطقة وسط اسيا. اه، والروم اللي هي اليونان ولا لا رومانيا؟ روما، روما 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 اه ايطاليا. تمام. اللي هي الايه؟ الامبراطوريه الرومانيه، الرومانيه روما اللي هي مين؟ اللي هي ايطاليا. طيب في مصر، في منطقه شبه الجزيره العربيه قامت مجموعه من الحضارات والممالك والمدن. طيب يا مستر حضارات يعني كان في تقدم، كان التقدم ده فين؟ التقدم ده في ممالك ومدن في شبه الجزيره العربيه. طب يعني ايه مملكه؟ مملكه يعني النظام فيها ملكي، مملكه يعني النظام فيها ايه؟ ملك. ملك يملكها ملك، ملك هو اللي بيدير شؤون البلاد. ومدن، مدن يا مستر النظام فيها بيكون نظام قبلي، المدن ان النظام فيها بيكون نظام ايه؟ قبلي، لان هي بيكون مجموعه من ايه؟ من القبائل. طب تعالى مستر نتكلم على اشهر الممالك واشهر المدن اللي كانوا موجودين في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. خلي بالك انا كل ده بتكلم قبل الايه؟ الإسلام. قبل ما ايه يكون في الدين الاسلامي. تعالى مثلا آه. نتكلم على ممالك ومدن الجزيره العربيه. اول ممالك آه. هتكلم لك عنها هي ممالك الجنوب. ممالك الايه؟ الجنوب اللي هو الجنوب. اليمن. تعرف تحدد الجنوب على الخريطه؟ الله ينور. ماشي صح، ماشي انت كده كويس يا مستر. زي ممالك اليمن، اليمن كان فيها 3 ممالك، من هم عندي يا مستر مملكه سبأ، مملكة معين، ومملكة حمير. دول تمام. أشهر 3 ممالك في الجنوب، أشهر 3 ممالك في الجنوب. طبعا يا مستر لو جينا اتكلمنا على ممالك الشمال، ده اتجاه الجنوب صح؟ ده اتجاه الشمال صح؟ صح. لو يا مستر حبيت تتكلم على أشهر الممالك في الشمال، عندك يا مستر مملكة الغساسنة. الغساسنة، تدمر، الأنباط، الحيرة. دي مجموعة من الممالك اللي كانت موجودة في شمال شبه الجزيرة العربية. كمان يا مستر عندي مدن، مدن مشهورة جدا في الغرب زي مدينة مكة، مدينة يثرب، ومدينة الطائف. يا مستر دول أشهر الممالك وأشهر المدن اللي كان موجودة في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. طب تعالى يا مستر نتكلم على مملكة مملكة ونقطة نقطة فيهم. أول ممالك هيتكلم لك عليها هي الممالك التي ظهرت في الجنوب اللي هم ظهروا في اليمن، ولكن هذه الممالك انتهت قبل الإسلام، يعني الممالك دي ملهاش وجود لما ظهر الإسلام. هذه الممالك ما كانش ليها وجود ولا معروفة لما ظهر الإسلام، هذه الممالك انتهت، اتقضى سبق عليها.
سبأ ده سيدنا سليمان. سيدنا سليمان قبل ملكة سبأ، ملكة سبأ بلقيس. صح، ماشي صح. طب امسك مملكة مملكة معانا وتعالى نعرف حاجة عنها. عندك مملكة اسمها مملكة معين، شايف مملكة معين دي؟ معين فين؟ اهي البرزنتيشن دي واضحة، تمام، في اليمن. في اليمن. مملكة دول معين دي، تقريبا كان لهم، كان عندهم السد لا لا وانهار. لا 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 لا، سبأ اللي كان عندها السد. تمام. طب ما تسبقش الأحداث وخليك معايا. مملكة معين دي يا مستر نشأت وازدهرت حضارتها في منطقة الجوف. كلمة الجوف يعني الجنوب، كلمة الجوف يعني الإيه؟ الجنوب. وعاصمتها كانت إيه؟ عاصمتها كانت قرناو. عاصمة معين كانت إيه؟ قرناو. طيب كرناو. المملكة التانية، المملكة التانية اللي كان فيها السد اللي انهار هي مملكة سبأ. هي مملكة مين؟ سبق. سبأ دي يا مستر موجودة في جنوب غرب اليمن، وعاصمتها مقرب. عاصمتها إيه؟ مقرب ده على اسم، على العواصم اسم والحاجات السد. دي حفظ. ممكن يسألك فيها. تمام. على اسم إيه؟ على اسم السد اللي كان موجود هناك، واللي هو سد مين؟ سد سد مقرب. مقرب. الله ينور عليك. أشهر ملكة، أشهر ملكة حكمت هناك هي الملكة بلقيس. أشهر ملكة هي الملكة مين؟ بلقيس بلقيس، ودي اللي قابلها سيدنا مين؟ سليمان. سليمان. طب بس خلي بالك من المشكلة دي. طب ما يا مستر سبأ أو اليمن دي كانت بتعتمد على الزراعة، وكان عندهم سد مقرب، والسد ده كان مليان بالمية وبيستفيدوا منه. ولكن يا مستر السد ده انهار. السد ده إيه؟ نهار. ولما السد انهار غرق المنطقة كلها. لما السد انهار دمر المنطقة كلها. طب السكان اللي عايشة في المنطقة دي وضعها إيه؟ اللي عايشين في هتقول بدأوا يهاجروا هيهاجروا. لفوق. الله ينور عليك. هيهاجروا ايه؟ هيهاجروا في كل مناطق الجزيرة العربية. يعني يا مستر ناس هتروح العراق، ناس هتروح مكة، ناس هتروح يثرب، ناس هتروح الطائف، ناس هتروح تدمر، ناس هتروح الغساسنة. هيبدأوا ينتشروا في شبه الجزيرة كلها، صح؟ صح. اذا لازم تحط النقطة دي في دماغك، ان يا مستر بعد اما انهار سد مقرب كان سبب في هجرة القبائل إلى أجزاء متفرقة في شبه الجزيرة العربية. يعني بعض القبائل راحت للعراق، بعض القبائل راحت للشام، بعض القبائل راحت لمكة. طب آخر مملكة بيتكلم لك عليها مملكة اسمها مملكة حمير. مملكة حمير مملكة تقع بين سبأ وبين بحر القلزم. شايف البحر ده اللي هو البحر الأحمر، صح؟ صح. بس بيسموه بحر القلزم، بيسموه بحر الإيه؟ الكنز. القلزم. وعاصمتها كانت ظفار. عاصمة حمير كانت ايه؟ كانت ظفار. تمام. دول الثلاث ممالك، دول الثلاث ممالك يا علي اللي كانوا موجودين في جنوب شبه الجزيرة العربية. النقطة المهمة فيهم واللي انت لازم تكون عارفها ان هذه الممالك انتهت، يعني ملهاش وجود قبل الاسلام. يعني لما الاسلام ظهر وسيدنا محمد اتولد، الممالك دي ما كانش ليها اي وجود ولا حد يعرف عنها اي ايه، اي حاجه. تمام. تمام. طيب تعالى نخش لنقطه تانية كده. انت اتكلمت لي على الممالك بتاعت الايه، الجنوب. في الجنوب. ممالك، في ممالك في الشمال، صح؟ صح. طيب تعالى نبص على ممالك الشمال. شايف الخريطه؟ الشام. طب ماشي، بص انا مش مطلع سهمين. ده نهر دجلة والفرات، دي دولة العراق، صح؟ صح. خلي بالك ان لما يجي يتكلم لك على الممالك اللي في الشمال، ممالك الايه؟ في اللي في الشمال. الشمال، هتقول له والله انا عايز اعرف ممالك الشمال، هل تقصد بممالك قامت في العراق ولا ممالك قامت في الشام؟ تاني، لما يحدد الممالك اللي موجودة في الشمال، ممالك موجودة في الشمال، تسأله تقول له انا عايزك تعرفني تقصد بممالك قامت في العراق ولا ممالك قامت في الشام؟ هيقول لك والله ايه الفرق؟ هيقول لك الفرق بسيط. شايف يا مستر العراق دي؟ مش في دولة هنا اسمها دولة الفرس؟ صح؟ وشايف الغساسنة؟ في دولة هنا اسمها دولة الروم؟ صح. الفرس والروم دول عاملين زي توم اند جيري. هل توم بيحب جيري؟ ولا دايما في خناقات مع بعض؟ دايما ثلاث مرات. يا مستر دلوقتي، يا مستر سؤال، لو الفرس عايزه تحارب الروم، لو الفرس عايزه تحارب الايه،
الروم هيحاربوا بعض في الجزيرة العربية. لو عايزين يحاربوا بعض في الجزيرة الايه العربية، العربي مش كل واحد عايز يستعين بحد يقف معاه ويكون اه جنبه، صح؟ الفرس صح تروح لمملكة اسمها مملكة الحيرة. الفرس عندها صديق اسمه مملكة الحيرة، بتقف معاها في الحروب قدام الروم. طب الروم يا مستر يسكتوا؟ لا، عايزين صديق ليهم، صح؟ اه الصديق اللي ليهم هيكون مملكة الغساسنة. الصديق بتاع روم هيكون مملكة الايه؟ الغساسين طب يا مستر، ادي الفرس وادي الروم، ومش هنا العرب، صح؟ ها اه، عشان كده اقول لك ايه، ان كانت هذه الممالك ممالك الشمال كانت بمثابة حدود بين العرب ودولتين الفرس والروم. تاني، ممالك الشمال يقصد ايه بممالك الشمال؟ يقصد بيها اللي هي ممالك العراق وممالك الشام. الممالك دي كانت عبارة يا مستر عن حدود بين العرب وبين دولتين الفرس والروم. تعالى يا مستر نتكلم على مملكة من ممالك الشام، من ممالك الايه؟ الشام خلي بالك، ممالك الشام كام واحدة؟ ثلاثة، من هم الغساسنة وتضمر والأنباط. قولهم كده، الغساسنة وتضمر والأنباط الثلاثة دول الثلاثة دول موجودين في الشام، الثلاثة دول موجودين في الايه؟ الشام هو هيكلمك عن واحدة بس، هيكلمك دلوقتي عن واحدة، الغساسنة صح؟ الله ينور عليك، هي مملكة مين؟ الغساسنة. سؤال الشام بس يا مستر، معلومة بس ليك تكون عارفها لوجه الله، ايه هي؟ هم مين الناس اللي قاعدة في الغساسنة؟ مين اللي عملوا المملكة دي؟ اللي عملوا المملكة دي قبائل يا مستر اسمها قبائل الأزد. قبائل اسمها قبائل الايه؟ الأز قبائل الأزد دي هاجرت من اليمن. ايه ده؟ سابت اليمن لما انهار سد مقرب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اذا ان هذه القبائل جايه من مين؟ من سبأ، صح؟ آه ولما انهار سد مقرب هاجرت وراحت قعدت في المنطقه دي، صح؟ آه وعملوا مملكه الغساسنه، وعملوا مملكه الايه؟ بس اسم الغساسنه. خلي بالك عاصمتها ايه؟ عاصمه الغساسنه يا مستر هي الجابيه في الجولان. الجابية والجولان دي منطقتين في سوريا. الجابية والجولان دي منطقتين فين؟ في السوري الله ينور عليك، العاصمة بتاعتها كانت الجابية. الجابية دي في هضبة اسمها هضبة الجولان، ودي في سوريا. آخر ملك من ملوك الغساسنة اسمه جبل ابن الأبهم. آخر ملك من ملوك الغساسنة اسمه جبل ابن الأبهم. يا مستر، اه جبل ابن الأبهم ده اللي كان بيساعد الروم. جبل ابن الأبهم ده اللي كان بيساعد الروم الروم في الحروب اللي مع المسلمين ومع الفرس. جبل ابن اه الابهم ده كان دايما يعني يعتبر ايه، الصديق بتاعهم، الحليف بتاعهم، بيتبعهم، بيسمع كلامهم، وده اللي كان بيساعد الروم في حروبها ضد المسلمين او الروم في حروبها ضد الفرس. ولكن يا مستر تعالى اكلمك على نهاية هذه المملكة. كيف انتهت هذه المملكة؟ انتهت في معركة اسمها معركة اليرموك. انتهت في معركة اسمها معركة مين؟ اليرموك معركة اليرموك هي معركة بين المسلمين وبين الروم، بين المسلمين وبين الايه؟ الروم الروم. جبل ابن الابهم هيساعد مين؟ الروم، صح؟ هيساعد الروم أقرب حد ليه الله ينور عليك، لكن يا مستر المسلمين انتصروا، ومن هنا ومن هذه اللحظة أصبحت الغساسنة جزء من الدولة الإسلامية. يعني كانت الغساسنة تبع الروم، بتساعد الروم، صح؟ ولكن يا مستر بعد معركة اليرموك أصبحت الغساسنة جزء من الدولة الإيه؟ الإسلامية. كده أنت عرفت أول مملكة من ممالك الإيه؟ الشام. أول مملكة من ممالك الإيه؟ الشام الشام. طب نتيجة مستر برضو نروح لمملكة تانية موجودة في الشمال ولكن في العراق، لكن فين؟ في العراق يا مستر الحيرة المملكة، الله ينور عليك، مملكة الحيرة، مملكة، ودي يا مستر بتتبع الفرس، دي بتتبع الإيه؟ الفرس طب تعالى يا مستر كلمنا على سكان هذه المملكة. سكان هذه المملكة يا مستر كانوا منين؟ والله يا مستر برضو هم من القبائل اليمنية اللي هاجرت لما انهار سد مقرب. سكان الحيرة دي برضو هم جايين من اليمن. طب جم إمتى من اليمن؟ لما انهار سد مقرب. ويا مستر الحيرة دي كانت تابعة للدولة الساسانية الفارسية، يعني كانوا بيتبعوا الفرس، كانوا بيتبعوا الإيه؟ الفرس والحيرة دي برضو يا مستر بتساند الإيه؟ الفرس في حروبها ضد الروم. يعني أي حرب بين الفرس والروم
الحيرة بتقف مع مين؟ الحليف بتاعها مع الفرس. بتقف مع مين؟ الفرس. الفرس. أشهر ملوكها، تعالى لو أنت كلمت على أشهر ملوكها، هو النعمان بن المنذر. أشهر ملك من ملوكها هو كان مين؟ النعمان ابن المنذر. كده يبقى أنت عرفت الممالك اللي موجودة في الشمال. من أشهر الممالك اللي في الشمال مملكة في العراق اسمها مملكة الحيرة، وممالك في الشام أشهرها هي مين؟ الغساسنة. وعرفت إن مملكة الحيرة كانت دايما بتتبع الفرس، ومملكة الغساسنة كانت بتتبع مين؟ الروم. في حاجة صعبة في اللي أنا قلته لغاية لا دلوقتي؟ لا لا تسلم. كده احنا بنتكلم على ايه؟ على ممالك. بنتكلم على ايه؟ الممالك لما تيجي تتكلم على اشهر مدن، اشهر مدن يا مستر كانت موجوده في الغرب هما مدينتين، مدينه مكه ومدينه يثرب. مكه ويثرب يا مستر هما اشهر مدينتين. طب وايه سبب شهره كل واحده فيهم؟ سبب الشهره تجار التجاره دي. الاثنين التجاره. ايوه، المشكله مش سعر مكه زمان بالتجاره، الاسواق ماشي. والتجاره. طب برضو لازم تكون فاهم يا مستر ان مدينة مكة ومدينة يثرب، يثرب اللي هي المدينة المنورة، يثرب هي المدينة اللي ايه؟ نور المنورة. المدينتين دول من اشهر المدن اللي موجودة في غرب الجزيرة العربية. سبب شهرة مكة، هي مكة دي يا مستر ليه مشهورة؟ بسبب وجود الكعبة المشرفة، فيها الكعبة. وكمان يا مستر موقعها الجغرافي، مكة دي كان موقعها كويس، هي بتشرف على طريق التجارة بين الشام واليمن. ادي مكة اهي، مكة اهي بتشرف على طريق التجارة بين الشام وبين مين؟ اليوم. اليمن. تمام. طب تعالى نروح يا مستر ليثرب. مين يثرب؟ اللي هي المدينة المنورة. تعرف ليه سموها بالمدينة المنورة؟ ممكن عشان لما الرسول فتحها، الرسول ما لما فتحهاش الرسول يا مستر. دخلها. الله ينور عليك، انت مش لما جالك ضيف تقول له نورت؟ لما بيجي لك، ما بالك بقى ان الرسول راح مدينه سموها بالمدينه المنوره، سموها بالمدينه الايه؟ منور. يا مستر يثرب هذه المدينه موجوده في شمال مكه. هذه المدينه موجوده فين؟ في شمال مكه، وهي واحه زراعيه. يعني ايه واحه زراعيه؟ يعني بيستخدموها في الزراعه. المنطقه دي منطقه زراعيه، معظمهم بيشتغلوا في الايه؟ في الزراعه. وكمان يا مستر برضو مدينة ممكن نقول عليها تجارية. ليه؟ لأن موقعها كويس بين الشام وبين مكة وبين اليمن، فهي برضو بتشرف على طريق التجارة. إذا يا مستر إن يثرب دي كانت واحة زراعية، يعني معظم السكان بتاعتها بتشتغل في الزراعة، وكمان مدينة تجارية. يعني إيه مدينة تجارية؟ بتشرف على الطريق بين الشام وبين مكة واليمن. دول يا مستر يكونوا أشهر مدينتين موجودين في غرب الجزيرة الإيه؟ العربية. واسألك سؤال كده، هي الكعبة مهمة قبل الإسلام؟ طبعا، ليه بقى؟ ليه الكعبة كانت عشان مهمة قبل الإسلام؟ كانوا بيعبدوا الأصنام، وكانوا بيروحوا زي ما احنا دلوقتي بنحج فيها. كان فيه برضو حج وقتها. الله ينور عليك، صح. المعلومة دي سمعتها فين طيب؟ واخد بالك من الكرتون اللي كنا بنسمعه واحنا صغيرين، الله ينور عليك، صح. خلي بالك ان يا مستر قبل ظهور الاسلام الكعبه دي كانت مهمه بالنسبه لجميع القبائل اللي في الجزيره العربيه. ليه؟ هم كانوا بيهاجروا لها وبيعملوا طقوس زي طقوس الحج. زي ايه طقوس الحج؟ ان هم كانوا بيحطوا الاصنام حوالين الكعبه ويطوفوا بيها. طب تعالى نتكلم على اول حاجه اسمها الحياه السياسيه. يعني ايه حياه سياسيه؟ يعني كيف كان نظام الحكم والاداره في شبه الجزيره العربيه. تاني أول حاجة نتكلم عليها الحياة السياسية. يعني إيه حياة سياسية؟ يعني هيكون عايز يعرفك الناس اللي في الجزيرة العربية بيحكموا بعض إزاي؟ بيديروا بعض إزاي؟ الجزيرة العربية ما فيهاش غير نظامين، يا نظام قبلي يا نظام ملكي. يا نظام قبلي يا نظام إيه؟ ملكي يعني إيه السائد؟ يعني إيه كلمة السائد؟ الأشهر لا المنتشر. المشهور بينهم يعني. المنتشر الاكثر. الاكثر يا مستر الاكثر هو النظام الايه؟ القبلي. الاكثر هو النظام الايه؟ القبلي. يعني معظم يا مستر الجزيره العربيه النظام فيها نظام قبلي. طب والنظام اللي هيكون اقل هو النظام الايه؟ الملكي
الله ينور عليك. طب تعالى نبدأ واحد واحد فيهم. النظام القبل يا مستر، الجزيرة العربية عبارة عن مجموعة من الإيه؟ من القبائل. طب هذه القبائل دي يا مستر بيكون عندها دستور؟ لا، عندهم حاجة اسمها العرف والعادات والتقاليد. يعني أنت دلوقتي مش في اليونان، لو عملت حاجة يقول لك القانون هيحكم عليك بكذا، صح؟ في قانون وفي دستور أنت بتمشي عليه، صح؟ صح. لكن يا مستر، لكن صورة بسيطة كده، إن القبائل دي ما عندهمش دستور. هم اللي بيمشوا إزاي؟ بيحكموا بعض إزاي؟ عندهم حاجة اسمها عرف وعادات وتقاليد، هم بيمشوا ما بينها. طب يعني إيه يا مستر قبيلة؟ القبيلة هم جماعة من الناس. طب يا مستر ما إحنا جماعة من الناس. لا، جماعة من الناس بيربطهم حاجة. يعني إيه اللي يربطهم؟ يربطهم الدم والنسب. يعني إيه الدم والنسب؟ باباك. ما بيجوزش من بره. الله ينور عليك. يعني انت، يعني انت كده علي، يعني انت علي لما يكبر يتجوز مين؟ يتجوز بنت عمه، بنت عمه بس. بنت خاله، بنت عمه، بنت خاله، بنت عمته، بنت خالته، العيلة استاذ، بتاعته. اتفضل. هو ده ما يجيبش مثلا الامراض؟ يعني احنا بنشوف جوائز القرايه، يعني شفت عيله ملكيه. صح، الله ينور عليك، صح. اللي هو اكتشف، اللي هو بيحذرك من جواز الاقارب، او بيفضلوا ان انت تعمل ايوه، تحاليل عشان قبل كده ما. لما جه الاسلام بعد كده لا، هو الرسول، الاسلام، يعني لا، هو الاسلام ما حرمش الكلام ده. الرسول يعني قال ابتعدوا، ايه؟ الرسول قال ابتعدوا عن جواز القرايب. لا، هو الرسول ما قالش يبتعدوا عن جواز القرايب. لا، ما ينفعش الرسول ده يحرم لنا حاجه. لا، ربنا حللها لنا، الرسول هيحرمها لنا؟ لا، يعني هو جواز القرايب يعني كده ما كانش محبوب، يعني مش محبوب. لو حتى في العصر الحالي يقول لك انت ممكن تعمل شوية تحاليل عشان تحافظ على الجنين، الجنين اللي ان شاء الله هيتولد ما يكونش فيه اي تشويه او فيه اي حاجة. لكن لا، انت من حقك تتجوز بنت عمتك، تتجوز بنت عمك، تتجوز بنت خالك، تتجوز بنت خالتك. هو الاسلام هيقول لك لا؟ هو الرسول قال اغتربوا، ولا مش دي اجيب الحديث كام، اهو ولا ماشي. تنكحوا القرابة والقريبة، يعني ما تتجوزيش القرايب، لا لا فإن لا الولد يخلق ذويا. لا، يعني هو يعني كأي 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 يعني مش فاهم فاهم. تنفير يعني، او تقليل منه، قلله من جوز الاقارب يعني. تمام. النظام القبلي، النظام القبلي علي بيعتمد على حاجتين او بيقوم على حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ شيخ القبيله ومجلس القبيله. شيخ القبيله ده عامل زي رئيس الجمهوريه، هو اللي بايده كل حاجه، يتولى اداره القبيله، يقود المعارك، بيعمل المعاهدات، بيفصل في النزاعات، ويستقبل الوفود، يعتبر زي رئيس الجمهورية، صح؟ يا مستر معلش، قول. ما سمعتش. شيخ القبيلة، سامعني كويس؟ تمام. شيخ القبيلة أول حاجة بيكون منها النظام القبلي عبارة عن رئيس الجمهورية، زيه زي رئيس الإيه؟ الجمهورية. الجمهورية. بيعمل إيه يا مستر الراجل ده بتاع شيخ القبيلة؟ بيتولى إدارة القبيلة، يقود المعارك، يعني لو في معركة هو اللي يخرج فيها، صح؟ لو في معاهدة هو اللي يعملها. أنا وأنت بنتخانق مع بعض يا علي، مين يفصل ما بيننا؟ نروح لشيخ الإيه؟ القبيل. هو اللي بيفصل في النزاعات، هو اللي بيفصل في الإيه؟ لو بيفصل في المشاكل في ساعات النزاعات، الحروب. في المشاكل، النزاعات يعني المشاكل. الله ينور عليك. طب يا مستر، هل شيخ القبيلة بيقوم بكل أعمال القبيلة؟ معظمها بس مش كلها. ليه؟ لأن في حاجة اسمها مجلس القبيلة. مجلس القبيلة ده بيكون من كبار المشايخ وزعماء القبيلة، الناس الكبيرة يعني في القبيلة، هم كبار السن. طب مهمتهم إيه؟ إدارة شؤون القبيلة. في بعض الشؤون في القبيلة هم بيتولوا إيه؟ إدارتها. طب من أشهر الأماكن اللي بيجتمعوا فيها، كانوا بيجتمعوا في دار اسمها دار الندوة. دار اسمها دار الإيه؟ الندوة. الندوة. خلي بالك إن دار الندوة دي اللي قريش اجتمعت فيها لقتل الرسول. قريش لما اجتمعت على ان هي تقتل سيدنا محمد، كانوا مجتمعين في دار اسمها دار الايه؟ الندوة. الندوة. تمام. طيب كده انت عرفت النظام القبلي هو النظام المنتشر في شبه الجزيرة العربية. النظام ده بيتكون من اتنين، بيتكون من شيخ اسمه شيخ القبيلة، ومجلس اسمه مجلس الايه؟ القبيلة. طيب العلاقة بين القبائل، العلاقة بين القبائل يا مستر، هل بتكون كويسة ولا وحشة؟
لا، العلاقة بين القبائل العربية تتسم بالتباين. العلاقة بين القبائل العربية تتسم بالإيه؟ بالتباين. بالتباين. أنت عارف يعني إيه تباين؟ يعني اختلاف. يعني إيه؟ دلوقتي أنا الايه؟ وأنت أصحاب، الاختلاف. تباين يعني إيه؟ اختلاف أو تضاد. اختلاف. دلوقتي أنا وأنت علي أصحاب، بكرة أعداء. النهاردة كنا أصحاب وبكرة بقينا إيه؟ اعداء. مش ده يعني اختلاف وتباين؟ الله ينور عليك. قال لك هذه كانت العلاقة بين القبائل العربية، هذه كانت العلاقة بين القبائل الإيه؟ العربية. العربية. يعني أوقات يا مستر تقوم ما بينهم حروب، أوقات القبائل دي يحصل ما بينها إيه؟ حروب. حروب، وحروب لأتفه الأسباب. يعني إيه؟ يعني يا مستر هيكلمك على حرب كده حصلت بسبب شوية مية وشوية عشب. عارف العشب اللي بيطلع في الأرض اللي بتاكل منه الماعز والأغنام؟ ايوه. اه، في حروب يا مستر قامت بين قبائل اسمها حروب البسوس والفجار. حروب اسمها حصوص البسوس والايه؟ والفجار. قامت بسبب ايه؟ قامت يا مستر نزاع على الماء والمرعى. اتخانقوا على شوية مية وشوية مرعى كانوا بياكلوا منهم الايه؟ الحيوانات. طب هل يا مستر كانت العلاقة ما بين القبائل كلها حروب حروب حروب؟ لا يا مستر، كان برضو كان فيها صداقة وكان فيها تحالفات. تعالى اقول لك على اشهر الاحلاف اللي حصل. القبائل يا مستر، القبائل في الحجاز السعوديه كان عندهم احلاف كتير. اشهر حلف هو حلف الفضول. حلف اسمه حلف الايه؟ الفضول. حلف الفضول ده كان قاعد في الرسول. الحلف ده الرسول كان قاعد فيه قبل ما ينزل عليه الاسلام. حلف الفضول ده نزل الرسول كان حاضره قبل ما ينزل عليه الايه؟ نعم. الاسلام. طب حلف الفضول يا مستر ده كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم ان قبائل مكة، مكة دي مدينة صح؟ صح. مكة فيها قبائل كتير. اللي مستر بيقوله حاجة بسيطة جدا، هو مناصرة المظلوم على الظالم ولو كان الظالم سيد قريش. أشهر قبيلة في مكة هي قبيلة قريش، ماشي؟ طب افرض يا مستر زعيم القبيلة دي ظلم حد، محدش يقدر يوقفه؟ لا طب لا، قالوا لك ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ قالوا لك احنا دايما هننصر المظلوم. يعني انت دلوقتي لو ابن وزير جه ضربك هتعرف تعمل معاه حاجه؟ مثلا. لا مش بسبب ان باباه وزير صح؟ اه لا، قبائل مكه قالت لا ده حرام، احنا عملنا حلف اسمه حلف الفضول. الحلف ده حط شرط، الشرط بتاعه مناصره المظلوم على الظالم. يعني احنا نقف مع مين؟ مع المظلوم على الظلم. ولو كان ظالم سيد قريش. اعلى حاجه بقى ده يعتبر زي رئيس الايه؟ رئيس قريش. ولو كان ظالم سيد ايه؟ قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في الحلف ده. الرسول كان قاعد في الحلف ده قبل ما ينزل عليه الاسلام، قبل ما ينزل عليه الايه؟ الإسلام. الاسلام. اذا ان لما يتكلم لك على الحياه السياسيه، يتكلم لك على الحياه السياسيه في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام، هتقول له ان كان فيها كم نظام؟ كان فيها نظامين، نظام قبلي ونظام ملكي صح؟ صح. المنتشر او الاكثر يا مستر هو النظام القبلي. النظام القبلي هو النظام المنتشر صح؟ صح. النظام القبلي ده بيكون حاجتين، شيخ القبيلة ومجلس القبيلة صح؟ صح. ويا مستر كانوا بيمشوا على حاجة اسمها العادات والتقاليد، ماشيين على حاجة اسمها العادات والايه؟ والتقاليد. والتقاليد. النقطة الأخيرة، العلاقة، علاقة القبائل دي ايه؟ هل القبائل دي كانت في معارك مستمرة مع بعض؟ ولا في صداقات مستمرة مع بعض؟ قال لك لا، العلاقة متباينة. يعني ايه متباينة؟ مختلفة. أوقات تنشب بينهم حروب وأوقات تنشب بينهم تحالفات. النقاط دي تمام. تمام؟ في حاجة صعبة؟ لا لا كمل. كمل. النظام الثاني يا مستر هو النظام الشبه ملكي. وهنا تقول لي ستوب يا مستر، هي الجزيرة العربية عرفت النظام ده منين؟ مش انت بتقول لي النظام المنتشر هو النظام القبلي؟ النظام المنتشر هو النظام الايه؟ القبلي، القبائل اللي انا كنت لسه بتكلم عليه، مش هو النظام السائد؟ السائد يعني منتشر، يعني معظم الجزيرة العربية دي النظام فيها نظام ايه؟ قبلي. الله ينور عليك. انت مش بتقول ان في نظام تاني اسمه النظام الملكي؟
نظام تاني اسمه نظام الملكي، بس ما كانش قد كده. لا هو نظام موجود، هو مش احنا كنا بنقول ممالك زي المملكة الغساسنة، مملكة تدمر، مش دي ممالك؟ صح. صح. او ماي مستر، معلش، عرفوا النظام ده منين؟